لذلك انتبهوا في قضية النبوة بالذات. بعض الناس طرح سؤالا، لن أقول غبيا، لن أقول ذكيا، لكن هذا السؤال لم يعي هذه الحقيقة التي إيش أقررها الآن، لم يعيها، لم يفهمها السائل، لم يفهم هذه الحقيقة وطرح سؤالا. لماذا لم يشأ الله تبارك وتعالى أن يجعل نبي كل إنسان ورسول كل امرئ مكلف من نفسه؟ هل يتعاجز هذا الله عز وجل؟ ربنا كان قادر يجعل لكل واحد فينا نبيه ورسوله من نفسه من الداخل، ما يبعثكاش واحد من خارج واسمه محمد بن عبد الله ومش عارف ايه كذا كذا وعيسى وموسى، خلاص من نفسك. تعلمون لماذا؟ لحكمتين جليلتين. القرآن هذا سؤال فلسفي حقيقة، وعنده بعد اجتماعي وبعد سيكولوجي، سؤال معقد حقيقة. لكن ما بقول ذكي، ما بقول غبي. أول شيء، لأن الله شاء أن يجعل في قضية التكليف وواسطة التكليف وهم الأنبياء والرسل ابتلاء، مسألة ابتلائية هي. قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ليش هو مش أنا؟ لو كان هو خلاص رسول نفسي انتهى الأمور، فيش فيها ابتلاء، انتهى. الله لا، بنى الأمر على الابتلاء، على الامتحان. واحد يقول لي والله هذا السؤال هنا في الغرب يثربون عليه كثير، عن هذا الجواب والتبرير، ابتلاء واختبار. يفهمون الغربيون، يفهمون أو بعضهم من فلسفة الابتلاء الإسلامية أن الله يحب أن يضللنا، يحب أن يزلق أقدامنا. قال لك يا عشان بده خلينا نغلط يعني. لا يا حبيبي، الذي أفهمه أنا كمسلم ويفهمه كل مسلم ومسلمة، أن الله يريد ويحب من خلال ذلك أن يتبرر مسلكك بتبرر اختيارك. لازم يتبرر إيمانك، لازم تفهم لماذا أنت مؤمن، مش لأن الناس آمنوا سأؤمن. انتبهوا، مش تقليدا لأبي وأمي وشيخي وأستاذي وجماعتي وأهل بلدي، لا. وهذا لا يكون إلا بعد إيه؟ اختبار. في الاختبار تبرز المسؤولية. انتبهوا، هذا الذي يريده الله تبارك وتعالى. وكل إنسان الآن عليه أن يعود ليعلم مدى تبرر إيمانه، وبالتالي مدى تبرر مسلكه في الحياة. هذه القضية. لكن الحكمة الثانية عاد، وإذا شاء الله تبارك وتعالى أن تكون الأمور على هذا النحو من الابتلاء والاختبار في نفس الوقت، فإنه لم يخلها من اللطف لا إله إلا هو. لأنه لو نصب واحدا أيها الإخوة، لو نصب واحدا أن يكون نبيا وكان في مجمل سلوكه مثلنا، يخطئ ويصيب ويرتكب الصغائر والكبائر، وهو في ذكائه متوسط ستاندرد وفي كل شيء ستاندرد، لما صدقه الناس. فكان لابد أن يكون النبي يناسب أيها الإخوة من جهة ويفارق من جهة. فإذا قلت إنه بشر بلا شك هو بشر، وإن قلت إنه فوق البشر فهو باعتبارات معينة فوق البشر، صحيح. هذه ضرورة سيكولوجية أيها الإخوة. لكن واحد يقول لي طيب ما علاقة هذا بما ذكرت؟ علاقة هذا أن الناس يكرهون الذي يكون فوقهم ولا يدينون له ولا يسلمون له. فلماذا يسلمون في قضية النبوة؟ لمبرر واحد، أنها من عند الله وبسم الله. الله يقول لك هذه المرة هذا مش عبقري، مش فيلسوف، مش مصلح وثائر اجتماعي، هذا رسول أرسلته أنا، اسمع له وأطع. وستفعل وإلا تغامر بآخرتك. الله كان يعلم هذا، وإلا كان يقدر عز وجل يبعث أنبياء في شكل فلاسفة مثل سقراط الذي يظن بعضهم أنه نبي. حتى بعض الصوفية المسلمون الكبار يظنون أن سقراط كان من الأنبياء. على كل حال كان يقدر يبعث الأنبياء في شكل فلاسفة، ستفشل مهمتهم، سيفقد اللطف الإلهي. هذه على كل حال قضية ثانية.